في الفيديو ده هشرح لحضراتكم ازاي نعمل عملية ايداع، تمام؟ بنروح لصفحة الايداع، بعد كده بتظهر لحضرتك ايه الوسائل او عن طريق ايه تقدر تعمل عملية ايداع. هنختار مثلا هناخدهم واحدة واحدة. هنختار مثلا عن طريق البيتكوين، فهندوس عليها. هنا بيبقى موجود الكمية، السبب هنسيبه زي ما هو، الدفع هنسيبه زي ما هو، الكمية حضرتك هتحدد الكمية عن طريق البي تي سي او اليو اس دي. فانا لو كتبت بي تي سي مثلا على سبيل المثال، فانا كتبت 1 BTC موافقة، فهيظهر لي هنا 52,000 دولار، لان 1 BTC 1 بيتكوين دلوقتي بيعمل 52,000 دولار. فانا اقول كنسل، فهقلبها يو اس دي ومثلا هكتب 200 دولار موافقة. فهنا هيحدد العملة بالبي تي سي، هو هيكتبها لي هيحولها لي البيتكوين، تمام؟ فهدوس اوكي. هياخدني بعد كده للكيو ار كود ده. ايه الكيو ار كود ده؟ الكيو ار كود ده بعمل له سكان بالمحفظه اللي حضرتك عليها البيتكوين بتاعتك، تمام؟ ايا كان المحفظه كله شغال، كله بيقبل الموضوع ده، تمام؟ او عن طريق اللينك، تاخد كوبي لللينك وبتحطه، تمام؟ الموضوع بيمشي كالاتي. حضرتك لما بتعمل سكان للكيو ار كود ده، بياخد حضرتك للمحفظة، بتفتح المحفظة، بتعمل سكان للكي ار كود، بيقول لحضرتك موافق او مش موافق، وبتعمل عملية الايداع. الناس اللي كانت بتسأل عن رسوم الايداع، مياتك ما بتاخدش اي رسوم للايداع، بس في بعض المحافظ بتاخد رسوم للايداع. الرسوم دي بتعتمد على كل محفظة، ده مش راجع لينا، ده راجع للمحفظة اللي حضرتك بتستخدمها. طبعا لما حضرتك بتعمل سكان للكي ار كود وبتستمر في عملية الدفع، بيحدد لحضرتك الفلوس اللي حضرتك هتعمل بيها ديبوزيت والرسوم. فيك ان حضرتك ترفض العملية او توافق عليها. بس كده، ده كان فيديو النهاردة للشرح عن الدفع بالبيتكوين. الفيديو معانا النهاردة عن الطريقة التانية اللي نقدر نعمل بيها عملية ايداع، اللي هي عن طريق تيثر يو اس دي تي. هندوس عليها، هنختار برضو الكمية. الكمية هنا بالدولار الأمريكي، مفيش بالبيتكوين، هنا كلها دولار أمريكي. ف على سبيل المثال 100 دولار، هنعلم العلامة هنا، هندوس موافق. بيقول لي هل أنت متأكد؟ إيداع، نعم. في الحالة دي هيفتح لي كيو آر كود. الكيو ار كود ده هنعمل سكان او عن طريق اللينك ده، بعد كده عن طريق المحفظة بتاعت حضرتك، وهنعمل عملية الايداع، تمام؟ زي ما وضحت مرة تانية ان مياتك ما بتاخدش اي رسوم عن التحويل او عن عملية الايداع، بس في بعض المحافظ الالكترونية بتاخد. المحفظة دي اسمها كوين بايمنتس، تقدر حضراتكم تحملوها على التليفون. يعني على سبيل المثال الويب سايت بتاعها موجود اهو، تقدروا تحملوها، برضو موجودة على اب ستور وجوجل بلاي. تقدروا تحملوها وتقدروا تشتغلوا بيها، ساعتها ميكون مفيش او رسوم التحويل بتبقى قليلة او مفيش رسوم تحويل. ده كانت الطريقة التانية معانا النهاردة عشان نقدر نعمل ديبوزيت أو عملية إيداع. في الفيديو ده هنتبع طريقة كمان، إن عملية إيداع إزاي نكمل عملية الإيداع عن طريق التحويل البنكي. حضرتك إحنا بندوس على التحويل البنكي، هنحدد العملة كم عملة، مثلا 200 دولار، هندوس موافق، تمام؟ طبعا هيأكد عملية الإيداع، متأكد إن أنت عايز تدفع تتم عملية إيداع ب200 دولار، هندوس أوكي. هنا بتظهر لك رسالة ان هو تم ارسال بريد الكتروني يحتوي على معلومات التحويل البنكي وكيفية اتمام عملية الدفع. بيوصل لك ايميل، الايميل ده بيكون فيه الفاتورة، الفاتورة دي بتروح بيها البنك وبتتم عملية الايداع بنجاح، تمام؟ في الفيديو ده هنشوف عملية ايداع بطريقة جديدة، الا وهي عملة مشفرة. هندوس على عملة مشفرة، تمام؟ هنا ممكن نحدد العملة اللي احنا نقدر نحول منها، ايه نوع العملة المشفرة او ايه هي الكريبتو كوين اللي نقدر نحول منها، بي تي سي، بي ان سي، ال دي سي، ايا كان نوع الكوينز، تمام؟
وهنحدد الكمية باليو اس دي تي اللي هو الدولار الامريكي، مثلا هنكتب 100 دولار امريكي، هنعلم هنا وهندوس. طبعا بتكتب لحضرتك الرصيد الحالي قد ايه، انا الرصيد الحالي 0 تمام. الحد الادنى للمبلغ هو دولار 1 امريكي، هندوس على موافقة، هتظهر لك الرسالة هل تريد تأكيد العملية، هنقول اوكي. بعد كده هيظهر كيو ار كود، ثواني هيحمل معانا تمام، هيظهر معانا كيو ار كود. الكيو ار كود ده هنخش على المحفظة اللي حضرتك بتستخدمها برضو، وهنسكان الكيو ار كود ده وهنعمل عملية الإيداع. زي كل مرة بنأكد إن شركة مياتك ما بتاخدش أي رسوم عن التحويل تمام، بس بعض المحافظ بتاخد رسوم عن عملية التحويل. الرسوم دي ملهاش علاقة بمياتك خالص، الرسوم دي بتكون ليها علاقة بنوع المحفظة اللي حضرتك بتستخدمها. تكملة لفيديوهات عمليات الإيداع، حبيت أوضح لحضراتكم الحاجة الأخيرة. طبعا دي حالات، ده الحالة بتاعت الاستيتس بتاع التحويلات البنكية أو عمليات الإيداع اللي احنا حاولنا نعملها قبل كده، كلها طبعا بروسيسنج. ده معناه إن لسه الإيداع ما تمش، وأول ما بيتم عملية الإيداع بتتحول الحالة لدن أو سكسس. زي ما وضحنا، احنا شرحنا العملة المشفرة، التحويل البنكي، البيتكوين والتيثر يو اس دي تمام. البيتكوين لايتنينج حاليا مش شغال، بس هيتم ان شاء الله تفعيله من 3 لـ 5 شهور. اما عن طريق بطاقات الائتمان او الحساب الجاري الكاردز، ده شغال عن طريق موقع فينش باي. وفينش باي شغال تقريبا في 100 دولة او اكتر، فلازم نراجع الدول اللي هنحط ان شاء الله لينك بالدول اللي هي يقدر يستخدم فينش، وهنشرح فينش قريب ان شاء الله. ده كان كل حاجة عن عملية الإيداع، وهنكمل بقية شرح الويب سايت.